السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ديال اليوم يلقاكم في صحه وسلام باذن الله. اليوم ان شاء الله غدا نمشي ندير شوبين، وقلت غادي نديكم معايا باذن الله. سو ان شاء الله يلا نتوكلوا على الله، وكنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. دابا ان شاء الله يلا كي وصلت للكاب غادي نمشي ان شاء الله نبدل واحد السروال ونرجع باذن الله باش نمشي نكمل التقضيه ديالنا باذن الله. ان شاء الله الباركين ونتلاقاو ان شاء الله في الداخل باذن الله. بلاصه الحوت بريكا شحال زوينه، بغيت انا نشوف دابا بحال هذه ان شاء الله نديرها عندي في الباكيه. Definitely هادي خصنا هادي ان شاء الله نديرها زوينه الكازيبو. هنا قبل ما نمشي ان شاء الله بغيت ندوز نعمر البوطه ديال الباربيكيو. سو هنا دوزو ان شاء الله نعمرو البوطات الغاز ديال الباربيكيو. نتسنى هذاك السيد يجي، عطيتو الخاوي وخلصت، نتسناه يجي باش يجبد ليا وحده عامره من هنا. هما هادو تيسدو عليهم لان الغاز الله يستر. سو ما تيديروهش حدا هذا، حدا السطور ولا السطور، تيديروه بعيد بعيد على الباركين وعلى السطور. من بعد ما ساليت من بيد ليز جيت دابا الشوب رايت بيكوز عندو الكفتة حلال ناخدها. التقضية عندي مفرقة، انا ما تنفيلمش معكم كلشي بالديتاي لان الفيديو غادي يجي طويل ويدي بوحديتي، وعندي تقريبا 5 ديال الماركتس اللي غادي نوقف فيهم، ديال الخضرة بيو، ديال اللحم حلال، ديال البلاصه هذاك اللي تاع الحليب، وهذا اللي تنجبته هما بيو وبعاد. سو دابا ان شاء الله ندخل شوب رايت نجيب كفته حلال ونرجع باذن الله. هنا كنقلب على الماسكاربون تشيز لان بغيت نصاوب تيراميسو للدراري، خصني باش نلقاه. Stop listening to this commercial. PLA
سلامتي. انا رجعت للدار الحمد لله على سلامتنا. ملي جينا للدار عشو البوسطه دخل معايا لان غير تندخل كنعكز باش نعاود نرجع باذن الله. هاي ادم. هاي يو وان هيلب مي؟ شوف دابا ان شاء الله نرجعو. هذا ندخل ما كايناش الراحه في الحقيقه. ندخل باش ان شاء الله ندخلوا السلعه. تنحطها في Can you please like stop doing that? الحوايج نشرتهم مع 7 الصباح غادي يكونوا نشفوا دابا باذن الله. ندخل تما نحيدهم ما حد يخرج على برا. السلعه كنحطوها فوق هاد الطبله هنا في على برا حتى ان شاء الله نسانيتيزي كل شيء ون هذا نمسحو هذا عاد نبداو ندخلو فيها كل حاجه لبلاصتها. كاين هنا بلاصه بيجيت جبت منو هذا البنان عندهم اورغانيك زوين باقي فطور زوين. جبت هذا الماسكاربون اتاي ديال الحامض و سكينجبير. جبت هذا ستروبيري نقولوا ليه لي فريز. وجبت هذا البلوبيري. هادو انا معتمدين عندي في الفطور تقريبا يوميا كنديروهم. جبت هنا سويس تشيز وجبت هنا الكريمة السائلة الهيفي كريم. هنا جبت كريم تشيز ديال فيلادلفيا. هنا الجبن وهذا جبت دانون غريك يوغرت لان بغيت نصوب دانون كثير باش يبقى عندي دونك غادي ندير هذا كنستعمل منه ونصوب به دانون. جبت هنا تشيدر فرماج وهنا جبت بارميزان شريدد عندي الكريتد وهذا الشريدد وجبت واحد ديال الحليب. دابا ان شاء الله غادي ندوز الخضره كذلك غادي نديرها معكم لداخل لان ما بغيتش نحط الخضره هنا فوق الطبله هذه ديال الجرده. هذا نحطها في الطبله ان شاء الله لداخل وندير معكم فيديو باذن الله. هكا احبائي بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نكونوا سالينا. يلاه كي ساليت انا المسيح ديال هذاك الشيء اللي حرينا ورتبته في الثلاجه مزيان مسحت الثلاجه وداك الشيء. دابا ان شاء الله بالنسبه للخضره يلاه كي حطيتها ان شاء الله ولكن غادي نديرها لكم في الفيديو اللي جاي باش ما يجيش هذا طويل. وبنفس الوقت غادي ندير معها ان شاء الله واحد الوصفه ديال واحد الشوربه سو باش هكا باش يكون الفيديو مفيد. سو ان شاء الله موعدنا الفيديو الجاي باذن الله. وكنتمنى ان شاء الله ان النوع ديال هاد الفيديوهات هذا يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.